هنا مسبيرو، لكم منا كل التحية. سريعا هنبتدي مع بعض فقرتنا الأولى ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. وأول خبر معي الحقيقة خاص بسيادة الرئيس، كلمة الرئيس السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغيير المناخ. تعالوا نطلع نشوف كلمة السيد الرئيس وارجعوا لنا مرة تانية. مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومعي على الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان. لنتوقف أمام كلمة السيد الرئيس. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يمكن عايزة أتوقف أمام نقاط هامة تحدث عنها السيد الرئيس. تحدث على أن الأكثر تأثرا بتغير المناخ هم الدول النامية وأيضا قارة أفريقيا. الدور القادم الحقيقة للدول العظمى من أجل تجنب ما يحدث من تغير في المناخ. تحدث أيضا عن الدورة 27 لتغير المناخ في شرم الشيخ. الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة من أجل تجنب ما يحدث من تغيير في المناخ. العدد من النقاط الهامة تحدث عنها الرئيس لفتح هذا الملف في الدورة 27 في شرم الشيخ. في الحقيقة يعني أستاذ حياتك بس ممكن نعلي الصوت يا دكتور. خليني قبل ما نبدأ في كلمة الرئيس بالتفصيل، خليني أشير إلى إشارة هامة جدا. في على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا الرئيس التقى بمفوضيه الاتحاد الاوروبي هنا في مصر عشان اطار للشراكه استراتيجي ما بين مصر والاتحاد الاوروبي. الرئيس تحدث بالامس في قمه سان بطرسبرغ مع الجانب الروسي حول العلاقات المصريه الروسيه والتكامل مع الاتحاد الاوراسي والأنشطة المتبادلة، وها هو اليوم يتحدث في موضوع هام جدا 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 في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ بوجود الرئيس الأمريكي. وبالتالي رسائل مصر إلى العالم في هذه التوجهات الثلاث يمكن نقرأ منها قبل أن نقرأ في القراءة التفصيلية لهذه الأحداث هو قدرة مصر كدولة كبيرة على التأثير في العالم وعلى التعامل مع كافة التوجهات رغم الاختلاف الكبير والجذري ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والغرب والحرب والعقوبات المتبادلة، إلا أن مصر كدولة كبرى ليست تابعة لأحدهما تقوم بسياسات متزنة وسياسات ما بين الجميع على أساس الندية وعلى أساس المصالح المشتركة والمكسب للجميع. وبالتالي إذا رجعت لسؤال حضرتك هنا يا دكتور، هنا يا دكتور عمرو لازم أتوقف أمام قدرة مصر على إدارة الأزمات. يعني احنا اتكلمنا على ثلاث نقاط هامة لبعض الدول العظمى: الأزمة الخاصة بأوكرانيا وروسيا، تغير المناخ وتأثير الدول العظمى الحقيقة على الدول النامية، المفاوضات الخاصة الحقيقة بالتجارة الحرة. يعني كل ده بيؤكد على ان احنا في الطريق السليم وقدرة مصر على ادارة الازمة. صحيح، بتفق حضرتك جدا ان هذه التوجهات الاستراتيجية المصرية المصري والدولة المصرية عبرت ازمات كثيرة جدا. شفنا اثناء انهيار النظم الصحية الكبرى في دول كبرى في اوروبا زي ايطاليا وغيرها الدولة المصرية كانت صامدة. السيد الرئيس أشار في كلماته بالأمس إلى تحقيق مصر لمعدل نمو 0% في العام الماضي، وأيضا لتحقيقها لمعدل 5.5% لهذا العام رغم أن كثير من دول العالم تعاني. اليوم نتحدث عن المستقبل في هذه القمة، ونتحدث عن استراتيجية للتنمية المستدامة والرؤية المصرية الموجودة حتى عام 2050. وبالتالي احنا بنتكلم على طريق للتنمية في مجموعة كبيرة جدا جدا من الخطوات.
خطوات المصاغة بشكل علمي وبرؤية منهجية وبتنفذ على الأرض، مش مجرد خطط فقط، إنما احنا شفنا عديد جدا من هذه الخطط تم تنفيذه خلال الثمان سنوات اللي فاتت. بالظبط. نرجع لكلمة السيد الرئيس يا فندم. كلمة السيد الرئيس في الحقيقة احنا عندنا مجموعة من الرسائل الهامة جدا في كلمة السيد الرئيس، يمكن أهمها هو الرؤية المصرية لتغيرات المناخ ورؤية مصر لدورها في محيطها الإفريقي حول قضايا الطاقة والمناخ وكيفية تحويل هذا إلى مجموعة من الإجراءات ومن المشروعات الموجودة على الأرض. ويمكن السيد الرئيس أشار هنا إلى وأعلن عن شراكة مصرية أمريكية في هذا الإطار، وهو أمر في غاية الأهمية لمستقبل الأجيال القادمة. وبالتالي مصر نتحدث عن أنها ليست فقط مركزا للطاقة مثلا في غاز الشرق المتوسط، وإنما اليوم الرئيس يتحدث عن مصر كمركز للطاقة الخضراء للمصادر النظيفة للطاقة. عندنا في مصر من محطة الطاقة الشمسية في بنبان مرورا بطاقة الرياح في العين السخنة، بدءا من طاقة المياه في السد العالي، انتهاء بمشروع الطاقة النووية مع روسيا، مرورا بمجموعة الشبكات ومجموعة المحطات الطاقة اللي اتعملت، اللي حولت مصر من عجز في الطاقة الكهربائية إلى فائض. إزاي قدرنا نوصل ل 20% من الطاقة المصرية هي طاقة نظيفة، هو واحد من أهم الدلالات على أن مصر تتجه في استراتيجية التنمية المستدامة بخطى تنفيذية وبمشروعات حقيقية على الأرض موجودة بالفعل، ولها دور ملموس للحد من هذه المشكلة اللي هي مشكلة عالمية. بالظبط. وأيضا يا فندم قدرة مصر الإنتاجية على إنتاج الطاقة، وده شيء مهم جدا وخاصة الطاقة الخضراء. صحيح يا فندم، احنا بنتجه يمكن مشروعات الهيدروجين الأخضر، بنتكلم زي ما قلت عن مشروعات الطاقة الشمسية، عديد جدا جدا من المبادرات والمشروعات اللي بيتم تنفيذها. بعض المدن نتحدث عن شرم الشيخ الآن كمدينة خضراء بالكامل، المدن الجديدة اللي بتقوم الدولة المصرية بإنشائها سواء في العاصمة الإدارية أو في العلمين أو غيره من محافظاتنا في الصعيد، هي مدن بشكل أساسي بتراعي البعد البيئي وبتراعي الاقتصاد الأخضر. وبالتالي احنا بنتكلم عن دولة أخذت على عاتقها فكرة الاستدامة الموجودة سواء البيئية أو سواء كمان الاستدامة الرقمية زي ما هنشوف بعد كده في كتير من المشروعات المصرية. أكيد. يعني دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد الدولي جامعة حلوان، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر لتفاصيل الخبر. الخبر التاني اللي معايا الحقيقة خاص برئيس الوزراء. تفقد رئيس الوزراء اليوم مشروعات مدينة العالمين الجديدة برفقة عدد من الوزراء. تعالوا نطلع نشوف خبر يهمك ورأي الشارع المصري وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها ايه النهاردة؟ جملة الرئيس لما قال تغلبنا على أزماتنا بفضل الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته، ده على خلفية المؤتمر الاقتصادي الأفريقي اللي اشترك فيه البنك الاقتصادي الأفريقي وعدد من المؤسسات المالية الأفريقية. الخبر ده لفت نظري لسبب بسيط، إن الفترة طويلة مصر كانت بعيدة عن الدول الأفريقية، كان في تقدر تقول نوع من الجفاء او عدم الاهتمام، لغايه ما جه الرئيس السيسي بذكائه
وبحنكته قرر انه يعاود الروابط والاتصالات مرة تانية مع الدول الافريقية، وده تصرف حكيم جدا جدا جدا. مبادرة احياء كريمة دي اضافت للريف المصري كتير، يعني اضافت له اللي وصلت له مية نظيفة وما وصلت له كهرباء، يعني كان في بيوت كتير قوي بيبقى في الكهرباء يعني اسمه ده ما توصلهاش حاجة، وبنت بيوت جديدة احسن من البيوت مثلا الضعيفة اللي كانت مبنية، ووصلت له تليفونات ارضية. اهم خبر عامة في مصر كلها اي ماتش قريب للاهلي او الزمالك، وبالذات لو الاهلي والزمالك بيلعبوا ضد بعض ده بيبقى اهم خبر، ومصر كلها تبقى مستنية الماتش ده، اذا كان اسماعيلاوي ومصراوي اهلاوي زملكاوي كلنا بنستنى الماتش ده، فده اهم خبر. وطبعا اذا كان ده كسب او ده خسر فدي في الاول في الاخر روح رياضية، والكرة مكسب وخسارة يعني معروفة، ما يا مكسب يا كسبت يا خسرت. رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، والخبر اللي معايا الحقيقة خاص بالثانوية العامة، وكلنا عارفين ان في حالة طوارئ دلوقتي في بيوتنا المصرية وبشكل كبير جدا استعدادا لامتحانات الثانوية العامة. الخبر اللي معايا بيقول ماراثون الثانوية العامة، مديريات التعليم تعلن الطوارئ استعدادا للامتحانات، تهوية جيدة، مبردات مياه، كردون امني وسيارة اسعاف بمحيط لجان المنيا، كفر الشيخ تستقبل 21,464 طالبا. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، لنتوقف أمام ماراثون الثانوية العامة والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أنا أستاذ أمنية. أهلا بحضرتك. يعني زي ما قلت أستاذ سيد أن البيوت المصرية كلها في حالة طوارئ لاستعدادا لامتحانات الثانوية العامة، أيضا مديريات التعليم تعلن الطوارئ وماراثون الثانوية العامة. والله هو الثانوية العامة مش بيكون لأولياء الأمور ولا الطلبة فقط، ده ماراثون للدولة كلها ككل يعني. بالظبط. خاصة أن كل وزارات الحكومة بتشارك في عملية الثانوية العامة، من وزارة الصحة، من تنمية محلية، من حتى القوات المسلحة والشرطة في التأمين ونقل الأسئلة، كل الحاجات دي كلها فهي طوارئ في الحكومة المصرية ككل وليس الأسر فقط. بالظبط. دي أهمية الثانوية العامة اللي موجودة في مصر، وخاصة أن هو دايما يطلق عليها عنق الزجاجة في مصر، يعني بيعتبروا أن هي اللي بتحدد مستقبل الطالب، وبالتالي في قلق في داخل الأسرة. في حاجة مهمة جدا احنا لازم نقول عليها، وهو تطبيق قانون الغش بحذافيره، ده تحذير بس ايه للطلاب عشان ايه ما يحاولوش عمليات الغش او الدخول بالاجهزة الالكترونية، لان ده هيتعامل بعنف شديد جدا. يعني يا فندم تم تحديد القانون وحيتم التعامل بيه؟ بالتعامل بيه. ما فيش هزار ولا فيما يتعلق بموضوع الغش ده نهائي، وخاصة ان في كاميرات موجودة في داخل اللجان، في متابعات دقيقة حتى منذ دخول الطالب الفصل، دخول باب اللجنة نفسها بيتم مراقبته، وبيتم استخدام الأجهزة الكشف عن الأجهزة. يعني هل لأول مرة يا فندم وجود كاميرات داخل اللجان؟ لا، هي طبقت العام الماضي، يعني مش أول مرة يعني في حالة إن احنا وجدنا إن في طالب بيغش، إيه القانون اللي هيطبق عليه؟ هو في قانون بتصل للعقوبة بتاعته، غير ده حسب الحالة نفسها، من تبدأ من إلغاء المادة إلى إلغاء العام دراسي إلى كمان نيابة وحكم محكمة، يعني في عقوبات تصل للسجن، يعني خاصة فيما يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب عايز اتكلم يا فندم، يمكن قلت على تهوية جيدة، مبردات مياه، لان احنا طبعا شايفين ان الطقس حار وبشكل كبير جدا، شديد الحرارة مع بدايات الصيف هذا العام، واتكلمنا على استعدادات كفر الشيخ والمنيا، لكن عايز اتوقف ايضا عن استعدادات محافظة القاهرة. محافظة القاهرة دايما احنا بنتكلم على في ثلاث محافظات عندنا كبرى اللي هم فيهم عدد طلاب كتير، هي القاهرة والشرقية والإسكندرية، ولذلك هم دايما بيطلق عليهم المحافظات الكبرى، ويرأسهم رئيس قطاع مش رئيس إدارة مركزية فقط، لأهمية
المحافظات دي. القاهرة فعلا ليها فترة طويلة كمان حتى قبل الاجتماع اللي تم من يومين اللي عمله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للاطمئنان، القاهرة كانت مستعدة استعداد كامل، وخاصة ان القاهرة فيها الكنترولات الرئيسية للثانوية العامة اللي موجودة فيها سواء كان الخلوية او الحلمية او الثانية او حتى الشبرا، ده كله تتابع قطاع القاهرة، ففي استعدادات بتبقى خاصة للقاهرة غير باقي المحافظات كمان يعني. طيب المشاكل اللي كانت بتواجهنا يا فندم السنة اللي فاتت وهي فكرة وصول الورق للجان متأخر، ان ممكن جدا بنلاقي ان الورق مطبوع بشكل خاطئ، السنة دي بقى هل قدرنا ان احنا نتجنب هذه المشاكل؟ لان ده كان مشكلة كبيرة في بعض اللجان السنة اللي فاتت. لا، هو في ميزه في يمكن في وزاره التربيه والتعليم خلال السنوات الاخيره ان هي ما بتقفش عند مشكله، دايما اي مشاكل بتواجه في سواء امتحان او غير امتحان بيتم علاجها بمجرد وصول المشكله، وخاصه ان الوزاره دلوقتي السنه دي وكل السنوات يعني عندها لجنه مركزيه لمتابعه امتحانات الثانويه العامه، وكل مديريه تعليميه فيها لجنه لمتابعه امتحانات الثانويه العامه. فأي مشكلة بتحدث في بيتم الإبلاغ عنها مركزيا، ويتم حتى حالات الغش بيتم اكتشافها من خلال الوزارة قبل كمان اكتشافها من المديرية التعليمية نفسها. يعني الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. تعالوا نطلع فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة، وسؤال الحقيقة بيطرح نفسه، ماذا استفاد المواطنون من تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع؟ معي على الهاتف الآن المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري للرد على هذا السؤال. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. الخبر اللي معايا الحقيقه بيقول ماذا استفاد المواطنون من تنفيذ المشروع القومي لتاهيل الترع، مكاسب تاهيل الترع، خلق المساحات الجديده للزراعه ومشروعات الطرق. طبعا هو هذا المشروع القومي الهام له العديد من الفوائد والمكاسب العديده اللي بتعود على أهالينا المزارعين وعلى أهالينا المقيمين في المناطق الريفية بمختلف المحافظات. طبعا عشان بس نحس بمدى أهمية هذا المشروع والمكاسب الكبيرة اللي اتحققت من هذا المشروع، بس بنقارن الوضع قبل تنفيذ هذا المشروع والوضع في المناطق اللي تم تنفيذ هذا المشروع فيها، بنلاقي فرق كبير جدا. كان حالة الترع قبل أعمال التأهيل سيئة للغاية، في حشائش وفي مخلفات وتهايل في المجرى المائي واختناقات في بعض الأماكن، كان الوضع وضع هذه الترع غير لائق بالمرة، وكان المجرى المائي للترع غير قادر على توصيل المية لنهايات الترع أو بيوصلها بصعوبة شديدة جدا. كان في شكاوى مستمرة من مزارعين في نهايات الترع في العديد من الاماكن، كانوا بيشتكوا ان المايه مش واصله لهم او بتوصل لهم بس بيكون دور العماله مثلا الخمس ايام خلصوا وبيطلب يوم سادس وسابع، كان المزارع بيعاني علشان يقدر يقوم بعمليه الري. عمليه تاهيل الترع عمل فرق جذري في عمليه اداره وتوزيع المايه وتوصيل المايه لنهايات الترع، ودوت عمل طفره في عمليه اداره وتوزيع المياه وتحقيق عداله في عمليه التوزيع بالظبط يا فندم. حتى الشكاوى اللي كانت موجوده في نهايات الترع انعدمت تماما في الحقيقه. طيب ايضا اتفضل. لانه هذه هذا المجرى المائي اصبح قادر على توصيل المياه للمزارعين في نهايات الترعة، وحتى يمكن كنا بنشهد زمان مشاحنات للاسف في بعض الترع بين الموجودين في اول الترعة واخرها، الموضوع ده انتهى تماما، فده مكسب كبير جدا عاد على اهالينا المزارعين، بخلاف كمان المكسب اللي اتحقق في البيئه الريفيه الموجوده. يعني احنا بنشوف منظر جمالي
غير طبعا للاسف المنظر السيء اللي كان موجود قبل كده. بنشوف كمان حتى ساحات خضراء اكتر عندنا، يعني ده مكسب اخر لان القطاع المائي اصبح اصغر، لان كان قبل كده المجرى المائي بيعاني من الاستبحار، فكان القطاع المائي اكبر من التصميمي، فلما رجع لوضعه العادي توفرت مساحات على جانبي الترعه، فقدرنا ان احنا هذه المساحات ممكن بيتزرع عليها اشجار على جانبي الترعه، او يتم انشاء او توسيع الطرق في هذه المناطق، يا اما طريق موجود بنوسعه او ممكن ما يكونش في طريق بيتم انشاء طريق في هذا الجزء، وده طبعا بيخدم اهالينا في هذه المناطق لحركتهم والجرارات الزراعيه والخلافه ونقل المحاصيل وغيرها بتفرق معاهم كتير. اكيد. حتى من الناحيه الامراض هذه الحشائش كان ممكن يبقى موجود فيها بتسبب زياده البعوض وخلافه او وجود بعض الحشرات فيها، ازاله هذه المخلفات وهذه الحشائش برضو انعكاس ايجابي ايضا على صحه المواطنين، فهي حقيقه مكاسب كثيره جدا بتعود على هذه المناطق، وده شهدناه الحمد لله على الطبيعه في كل المناطق اللي تم تنفيذ اعمال تاهيل فيها. باشمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري، بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر للإجابة على تفاصيل الخبر، وده بيكون الخبر الأخير لينا النهاردة في فقرتنا مصر بيحصل فيها إيه النهاردة. بعد الفاصل انتظروا الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة الحقيقة هيتكلم عن تنسيقية شباب الأحزاب والحوار المجتمعي الشامل.